طيب أزمة يمكن أنا شايفها أكبر من الاتنين دول، اللي هي ما بين الأزواج، إنه واحد ماشي ليل ونهار يقول لمراته أنت تخنتي وكعبلتي وبقيتي مش عارفة إزاي، أو هي ممكن تبقى ماشية تقول له أنت قرعيت وطلع لك كرش والحاجات دي كلها. إزاي ده بيأثر يعني نفسيا، وإزاي بيأثر كمان في علاقتهم؟ الحقيقة إنه يعني من أكثر مدمرات العلاقة هي الرسائل السلبية اللي بنقولها لبعض طول الوقت. التهكم، التريقة، إن إحنا نقول لبعض كلام سلبي طول الوقت، ده أكتر حاجة بتضعف علاقتنا ببعض. بس حد ممكن يقولها أصل أنا بشجعها، أصل هي تخنت شوية فأنا بقول لها بس كده عشان تنزل جيم ولا تنزل تتحرك شوية. بس هي الفكرة كلها هو السبب عندها إيه؟ هو جزء من علاقتنا كاتنين مرتبطين هو تقبلنا لشكلنا الجسدي. وتقبلنا لنفسنا مرتبط بالعلاقة. يعني أنا بقبل شكلي وبحس إن أنا مرغوب ومحبوب من شريكي، لما أحس إن شريكي بيحبني وعايزني وعايز يقرب مني فدي حاجة بتطمني. فمتخيل إن شريكي ده اللي أنا مستني منه الرسائل دي بيديني رسائل رفض، رسائل إساءة، فغصب عني هيكون عندي شك في العلاقة، مش هكون مطمن أبدا. صح. فمحتاج إن لو أنا النهاردة عندي مشكلة أواجهها بنضج، أواجهها بوعي، مش زي الأطفال لما أقول له أنا عندي مشكلة مع مراتي مثلا وزنها زاد، مفيش أمل إن إحنا نتكلم في ده، بس نهديها المعلومه مش ناذيها بيها. صح. احنا محتاجين مثلا نتمرن، محتاجين نظبط اكلنا، محتاجين نتحرك وهكذا. وهي هتبتدي تفهم ده ان انا محتاج لده عشان علاقتنا تبقى احسن، مش عشان ابين لها ان انا احسن منها. وحتى ممكن برضو بيحصل بشكل تاني انه ممكن اقارنها مثلا بالممثله الفلانيه ولا يعني مش عارفه انت ليه ما تبقاش عامل زي فلان جوز صاحبتي او الحاجات دي كلها. ده برضو يعتبر نوع من انواع التنمر، ده نوع من انواع الاذى. هو مش تنمر بس هو نوع من انواع الاذى، لان المقارنه مؤذيه جدا. وزي ما بتقولي كده هو بيقارنها بحد في وضع تاني خالص. يعني هي الممثله الفلانيه ما بتبقاش في بيتها الممثله الفلانيه بالظبط، هي ده بتقوم بدوره بتروح وخلاص. فهي في البيت بتبقى بنيادم عاديه جدا. او ادفع عشان ابقى زي الممثله الفلانيه عليك ده يعني برضه سياسه اخرى مثلا. بس هو الفكره كلها انا اقصد اقول ان فكره المقارنه عموما غير عادله. حتى لو بقارن مثلا باخوك، يعني شوف اخوك بيعامل مراته ازاي وانت بتعاملني ازاي. ما انا مش اخويا، انا حد تاني، شخصيه مختلفه. فلو انا انت متضايقه من حاجه قولي لي متضايقه من كذا، متضايقه مثلا من طريقه البخل، متضايقه من طريقه العصبيه، او انك في الشارع مش بتقدرني او بتعاملني بشكل مش مناسب، اتكلم في ده. بس ما ينفعش افضل اضغط عليه واتك عليه بكلام مؤذي وجارح عشان يتغير، عمره ما هيتغير. اوكي.